شو صار معك؟ حقيقة بالرغم من انه الاب مات بس ما تغير شيء على صعيد العائلة نهائيا. بتحب نتصرف على نطاق اوسع؟ اعطيه وقت. حاضر. فتح يا ما قدرت حل عن الحارة انت؟ حل فوت على بيتك مثل العصافير فوت. احمد اذا ما بدك تحل على رقبتك بدي اكسرها. فهمان احمد فهمان هددوني وقالوا لي لا تجيب سيرة الجنينة وهلا بتكون آخر أيام. عرفتهم بعدين أبو حميد أنا بلعت السكين على الحدين. شو يعني؟ بدك تنسحب؟ غصب عني، ويلي هلا بيتي ويلي حياتي كلها. عاصم هو سؤال واحد وبس، بدك تستمر ولا لا؟ شو بدك تساوي؟ شو بدي أساوي؟ بوقف وبشهم وشو ما صار يصير؟ أنا معك. بدك تعلق الناس ببعضها يا ابو راغب؟ عم تشتغل بوشين مثل الثعلب؟ والله مالي علاقة، هن اللي اخذوني وخلوني وقع العقد على بياض. بدهم يثبتوا انه اشتروا الارض قبل اهل الحارة، لحتى يكون الحق للبيع الاولاني. انت بتعرف يا ابو راغب شو عم تطلع بهالقصة؟ عم تطلع انك محتال ونصاب. استر عرضك، انا مالي علاقة. ماشي الحال اقول هالكلام بكره للقاضي بالمحكمة. هذا اللي بده اياه رابح الحسين، انه يطلعك مثلك مثل اي حرامي. شوف الورطة اللي علقت حالك فيها يا أستاذ. يلا عاصم مراقب. شو في عندك؟ حقيقة أحمد الرائد ورفيقه بدأوا يضغطوا علينا من خلال أهل الحارة. شو منتظر؟ روح لقي الحل. وعم تقدري توقفي ريحي حالك شوي؟ أحمد هيئتك تعبانة، فوت ارتاح أخي. تخافي انا بسكر مرتاح. والغدا يا وداد ولا يهمك الا انت ترتاحي. فعلا متضايق كثير يا وحيد بيك.
معك حق، مشروع بيجيب ملايين ليرات، أدخل رجال بداية مش هل. هالرجل منين طلع لي هالبني آدم؟ راح يجنني، وين ما مشيت صرت حسه مثل الكوابيس فوق راسي. هو شو مقوي؟ مين اللي واقف وراه؟ ولا شيء، مجرد واحد تنح تافه، لا مصاري ولا جاه. وتصور محبوب من كل الناس، ما بعرف على ايش. وفكره هي كلمة مهندس ممكن تساوي له قدر وقيمة. يا ابو الحسين، المشروع لازم يصير، وهذا اللي اسمه احمد الرائد راح خليه مضحكة حارتكم كلها. يا انا عليك يا وحيد بيك. زور لا يا جماعنا فوتوه لجوا فوتوه. كان ما بده يجي. شو يا ابو راغب؟ شو يا روحي؟ صار لي 5 6 ايام عم ببعث لك ليل نهار وما عم يلاقوك، وينك انت؟ اشغال يا رابح افندي. اشغال ولا انت عم بتقول لهم مالك بالبيت؟ اعوذ بالله يا رابح بيك. بسيطة بسيطة يا أبو راغب. على كل حال هلأ نحن خلصنا أوراق قرطابه، وبدنا إياك الصبح نروح نحن وياك ونطوب ونخلص من كل القصة. لا دخيل عرضك يا رابح أفندي، الله يوفقك، أنا ما عاد بدي كل هالشغلة. شلون أخي؟ ما عاد بدك هالشغلة؟ قالوا لي رح انحبس وينخرب بيتي. عم يضحكوا عليك يا أبو راغب. ألف مرة قلت لك أنا بتحمل مسؤولية أي شيء بيصير عليك. عم تسمع ولا لا؟ عم بسمع. بكرة الصبح بتيجي السيارة بتاخدك الساعة 10، وإذا السائق ما لقاك رح حد البيت فوق راسك. عم تفهم؟ عم بفهم. بتضلك قاعد بالبيت من هلأ لبكرة الصبح الساعة 10. يلا روح. هذا الصنف هيك لازم تعامله، ما بتسمح له يناقش أو يحكي أبداً، بتقله ينفذ وبس. يا عين عليك يا وحيد بيك. صح صح، هنسند لحظة. ألو، تحياتي. كله تمام، الصبح راح يروحي معنا ويطول. الله معكم سيدي، مع السلامة. يا أستاذ عاصم، يا أستاذ عاصم. أهلين أبو راغب. خالي يا عاصم، أنا متورط ورح يذبحوني إذا ما طوبت. أنت بدون إياك تطول. بكرة الصبح هروب يا أبو راغب. كيف يعني؟ يعني اختفي لك أسبوعين ثلاثة بينما أنا وأحمد نلاقي لك حل، نسأل محامي ومنخبرك. في عندك محل تروح له؟ في بيت ابني اللي عم عمر له ياله يتجوز، عم يشتغل بحمص. في حدا غيرك بيعرف عنوانه؟ لا. من هلا بتروح تاخذ مرتك وتسافر. يلا ابو راغب يلا. مرحبا ماما. اهلين احمد. خير شو بدك؟ قلك شو بدي ماما؟ ايه بدي اياكي تقومي بقى من ورا هالماكينه. وليش بدك يعني قوم من ورا هالمكنه هي؟ لاني اليوم اخذت الموافقه على الطلاق. طلب؟ طلب شو؟ طلب توقيف تسجيلي بالجامعة لمدة 2 سنين. شو يعني؟ يعني يا أمي بعد 2 سنين برجع الجامعة، فرضني سافرت 2 سنين شو بيصير؟ أحمد، أبي كفي ضوعت 3 سنين من عمرك أيام معهد الهندسي كمان هلا؟ أنت عندي أهم 1,000,000 شهادة، لو تركناك عم تتعبي بهالطريقة هاي أكيد رح نخسرك. صحيح أنا بحب الهندسة كتير، بس أكيد بحب أمي أكتر. بعدين ماما لو تركناك عم تشتغلي هيك، المصاري اللي عم تطلع ما بتكفي لنعيش العيلة كلها. أحمد عم يحكي مزبوط يا أمي، أنتي أهم، صحتك أهم من كل شهاداتنا، بعدين كلهم 2 سنين وبيرجع للدراسة. خلاص سويتوا اللي بدكن اياه.
صباح الخير. صباح النور. يلا نبيلة مرحبا. خبرك بابا. مع السلامة. ديروا بالكم على نبيلة. حاضر. بدنا ننسى شوي نحن عم نشتغل لك ابني. ابو نعيم ابي طول عمره كان معلمي. كثير صعب على الانسان ينسى معلمي. كم كيس شمنتو بدكم تحطوا للمتر؟ ست اكياس. حطوا سبعة. بس صاحب الشغل قال حط له ست اكياس بس. حطوا سبعة. نحن ما بنشتغل الا صح. إذا ما بده يجيب جماعة غيرنا يشتغلوا له. روح بلغوا هالشي فورا. حاضر. اهلين رمح بيك. شرف. اهلا وسهلا. اهلا. تفضل تفضل. اهلا. شو هي خطرنا على بالك؟ يا اهلين عمي ابو نبيلة. بالعكس يا عبد الرزاق افندي انتو بالقلب. يا اهلا يا اهلا وسهلا. مالك علي مين يا ربي؟ عم بفرح لك من كل قلبي على الاخبار اللي عم بسمعها. شو اللي عم تسمعوه زيدي؟ ايه الحامي خاتم سحري بتفركوا هيك بتبيع بنايات بتفركوا مرة تانية بتبيع عقارات وأراضي. ما شاء الله الشغل هون وهون وهون. هذا رضا الله يا عمي أبو نبيلة. بس كمان أنتو كمان مكتبكم شغال والحمد لله. لا الحمد لله مكتبنا شغال والحمد لله. يعني إن شاء الله هلأ الظروف تغيرت. يعني كان أخي أبو أحمد الله يرحمه يتدخل بشغلي كتير. ليش كان شريك معك بالمكتب؟ لا المكتب إلي وحدي. بس هيك الله يرحمه كان يتدخل بشغل. أصبح خلص الحمد لله. هلأ مش الحال رحمة الله عليه. إلا إذا كان أحمد ابنه بده يضغط عليك ويتنطوط على رزقتك هو التالي. شو هالحكي؟ ابن أخي أحمد بده يتنطوط علي أنا؟ عدم المؤاخذة يا عمي أبو نبيلة. أصبح شو اللي بخليه يتنطوط على الناس التانين؟ مثل مين؟ مثلي أنا. خير حكيني شوفي شغلت لي بالي. هدول الناس الفاشلين يا عمي أبو نبيلة واللي مالوا لا شغلة ولا عملة واللي ما قدرانين يفهموا الدنيا شلون عم تتحرك. شو بدهم يساووا؟ بدهم يتمرجلوا ويتنطوطوا على الفاضي وعلى المليان مشان يثبتوا اهميتهم لذاتهم بس. قل اعوذ بربي الفلق من شر ما خلق. شو هالحكي؟ اسمع يا سيدي، اشتريت محضر ارض ابو راغب العصفور. قام اجا ابن اخوك احمد الرائد ضغط على ابو راغب هو وثلاثة اربعة من اللي بيغموا على القلب ووقع له الوصل بالبيع مشان قال شو؟ يساووا الارض جنينة. شو هالحكي؟ عمي عبد الرزاق إذا شفت واحد عواطلي ما بيملك ولا قرش يشتري بدير شيء؟ طبعا لا. لكن إذا شفت واحد معه ملايين الليرات وعم يقدر يحرك هالملايين وبيعصرها ملايين تانية
شو بتسميه وشو بتقول عنه؟ الله أكبر الله أكبر، هذا الرجال اللي بيفهم الدنيا. أصبر خليه حل عني يا عمي أبو نبيلة، خليه حل عني، ولك عندي مشاريع ما تفضى بعد تحك راسك. أنا مالي فاضيله يا عبد الرزاق أفندي، وقتي ما بيسمح لي حط راسي براسه. لعيونك ربح بيت، اعتبر الوصل صار بجيبتك. وعد شرف. طيب طيب اشتروا كل شي بالسوق، مع السلامة. صاحب الأرض اختفى والوصل. طمن رابح الحسين راح يأمنوا عن طريق عبد الرزاق الرائد عمو الأحمد. أصبح يا أبو نبيلة مكافأة لك على وعدك بأنك راح تجيب الوصل من ابن أخوك. بدي إياك هلأ تلاقي لي 100 دنم زراعي لواحد مليان وبيعجبك. تحت أمرك. بتشتري الدنم ب60,000 من سجلوا عليه ب75,000، وبيني وبينك نص بنص. أتحكي جد؟ شو جد يا أبو نبيلة؟ هذا أول الغيث، وإذا جبت لي الوصل يا أبو نبيلة ومشيت معي صح رح ترتاح معي كتير. أنا هلأ صرت واحد تاني، رابح لحسين تاني، بقدر أعمل كل شي بدي إياه بهالمنطقة. وإذا بدك تتنعم مظبوط بتحط إيدك بإيدي. وهي إيدي بإيدك يا سيدي. حرفين معناها بس حنا السعوديين زدنا عليها كم شيء. ايه بطلع من النادي واجيك يا وحش. كيف الترابيز شباب؟ اعلمكم شغل عدل. انتم 5G يا حبيبي. للجيل اللي يحب الزيادة طق لك واحدة من باقات سوا بلس الجديدة واستمتع ببيانات ومكالمات في كل الشبكة. مسابقات المنظمة بين طلاب المدارس. صهيب الرومي رنين. إجابة موفقة في مختلف العلوم والفنون والألعاب والمهارات الرياضية. ستقدم جوائز قيمة. برنامجكم مسابقات خفيفة. مسابقات خفيفة الخميس 5:30 مساء على ذكريات. شو ماما؟ ناكل ولا نستنى؟ كلوا يا أمي كلوا. طيب يلا بلشي وسمي قبلنا مثل العادة. تفضل ماما. يلا نزيل. يلا سلوى. تفضل تفضل نزيل.
ماما انت امي وعيوني كمان. اسلموا لي عيونك يا ماما والله ديمك فوق راسنا يا رب. احمد انت متضايق؟ ماما هذا نصيبي ولازم اقبل فيه. بعدين ماما صدقيني انا بحب هالشغله كثير. لا اله الا الله، من مهندس لباطنجي. شو الباطنجي ماما؟ ما الباطنجي رب المهندس والمحامي رب الخمسه. مرحبا سلوى. اهلين اخي. كيفك اليوم؟ الحمد لله، وانت؟ ممتاز، رغم اني قلق شوي. بتعرفي عم بشتغل معلم والمعلم مسؤولياته كبيرة، بس هلا يعني مش الحال. على فكرة نبيلة متضايقة كثير. نبيلة إنسانة ومخلصة. وفي كثير ناس غيرها تضايقوا. سلوى بهالفترة لازم نقرب من بعض أكثر. لازم تحكي لي أي شيء بتحتاجيه، أي شيء بصير معك لازم تخبريني عنه. سلمي. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. على فلا عمو. على فلا تفضل. يلا يلا. كيفك يا مرت اخي؟ الحمد لله. ماما ممكن تعملينا اتنين قهوة؟ خير. شو بقى امك؟ ليش هيك؟ لا ولا شيء عمي، طبيعي. تفضل تفضل ارتاح. شرف عمو شرف. كيف شغلك يا ابني؟ ان شاء الله ماشي. الحمد لله عمو، يعني بتعرف البدايه. مو هيك يا ابني، الهندسه شغل واللي عم تشتغله شغل. الحمد لله عمو، كله من الله خير. المهم يا ابني الي طلب عندك، الله يرضى عليك. تفضل عمي انا تحت امرك. يا ابني هلا انت ست رجال مسؤول عن عيله، مو بس بدك تكفيها كمان بدك تامن مستقبلك. يعني انت هلا ما عندك وقت الا لشغلك. اذا بدنا ما حدا يتدخل بشغلنا كمان نحن ما لازم نتدخل بشغل الناس. شو قصدك عمي؟ قصة جنينة وابو راغب ورابح الحصين، شو علاقتنا نحن بكل هالقصص؟ عمي هاي الارض اشتروها اهل الحارة. بعرف، بس شو دخلك انت يا ابني؟ رابح الحصين بده ياخذها ويعمر عليها بناية وهيك بتخنق بيوت الحارة. يا ابني انت لك بيت هنيك؟ لا. طيب شو دخلك انت بهيك قصة؟ يا عمي هدول الناس ناسنا، وهذا الزلمة مشان مصلحته بده يخنق بيوت الحارة. يا ابني روحوا على المحكمة، المحكمة بتنصف كل الناس. هذا انسان طيب ما لازم نأذيه، خلينا نستفيد منه وترك الخلق للخالق. توعدني يا احمد ما تتدخل بهيك قصص ها؟ لا يا عمي ما بقدر. شو هالحكي؟ بعد كل هالحكي اللي حكيته معك؟ يا عمي هذا واجبي وانا مؤتمن عليه، وما بصير اتراجع عن شغلي انا مأمن عليها. هذا حكي ما بيطعمي ولا بيشبع. انت مسؤول عن عيله وبدك تساوي عيله تانية. خير شو في؟ احكي مع ابنك ليتدخل بالناس ومشاكل الناس. اللي بده يعيش لازم يساير، ما يهمل عصايه ويعمل عنتر. قهوتكم مشروبه. خير يا احمد شو في؟ ولا شي ماما. قصه قديمه بيني وبين عمي. يا ويد الويدا لك، يا ويد الويدا للترينج. شو يا سليم؟ تعالي. ما خلصت تنظيف السياره من ساعه؟ ثواني ثواني ثواني. وهي منظفه، هذا شو هذا؟ لسه عم نظف. لك شوف والله لسه عم نظف. ثواني ثواني. شاطر لي يا هويدا. لا يا حلو يا هويدا لك شو بها؟ يلا بقى على عيني. حسين اهلا اهلا نزيل. لين وسهلين، وينك يا رجل؟ بين الايادي. لا معقوله هيك كل كذا يوم لشوفك مره؟ قصاي نزير. نعم. عم تشوف لي ابو راغي؟ مين ابو راغب؟ ابو راغب صاحب محضر البناء اللي جنب الجنينه. اه صاحبه لاحمد. ايه ايه ايه. عم تشوفه؟ لا. شو ما عم تشوفه يا نزير؟ ما اجى لعند احمد مثلا ودق الباب وقال له انا مسافر، انا راح اقعد بالمطرح الفلاني؟ ما بعرف. تذكر يا نزير؟ ما بعرف.
طب الله يرضى عليك. ايه؟ اذا شفته اجى لعند احمد وقال له شيء تيجي بتقول لي. ايه خلص. لا تنسى نزيه. خلص ماشي. ضروري كثير بالنسبه لي. خلص. مسيك. لمين هاي؟ لك ايه لك لمين؟ ليش عم تخجل؟ نزير انت من رجالي شو بنا بتضل عم تخجل؟ طيب ماشي. خلص. لا تنسى ها؟ لا ولا اعتمد عليك. خلاص شو؟ الله معك. سلامت. مع السلامة. خلاص؟ خلصنا جاهزين. يا هويدا لك. يا هويدا لي. عاصم؟ 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 اهلا ابو حميد. مرحبا. اهلا ابو حميد تفضل. لا لا ما بدي فوت معلش. عاصم؟ عم قول باعتبار بكره الجمعة يا ريت تدبر 7-8 من شباب الحارة نجيب شتلات ونطلع نزرعهم بالجنينة. بس ابو راغب مو لك يا اخي شو بدنا بابو راغب؟ تعال هلا عاصم جنينة نحن شارينا ايمت ما بدنا بنزرعه وايمت ما بدنا لا شو له علاقة؟ انت مستعد ولا لا؟ مستعد وتحت امرك. لسه صار شيء؟ يعني عم يضغطوا علينا شوي. ماشي من بكره الصبح رح نكون بانتظارك. يلا سلام. يا ابو حميد الله معك. بابا معلش بسمح لي اطفي. ليش هيك يا نبيلة؟ شبكي؟ ما في شي بابا. سلامتك. طيب بتحبي نطلع نتعشى سوا؟ خليها لغير يوم بابا. انا اليوم تعبانة ونفسي مو مفتوحة لشي. شوفي يا نبيلة انا اليوم ربحان 60,000 ليرة وفي شغلة تانية إذا زبطت راح يصلوا للتسعير ولذلك أنا عازمك اليوم على عشاء بأي مطعم تختاري شو رأيك؟ بابا الله يخليك إذا أنت جاي على بالك تطلع طيب معلش اطلع لحالك. لا أنا ما راح أروح لحالي. إذا ما بتطلعي معي أنا ماني رايح وهي قاعدة. بالمناسبة بابا شو صار بالسفر؟ انه سفر مو انت قلت انه بدنا نسافر؟ شو صار؟ ايه هلا تغيرت الظروف. بابا انت احيانا بتحسسني انه نحن اصدقاء وبتحكي لي عن همومك ومشاكلك واحيانا بتحسسني انه ما لي علاقه فيك. هلا ليش عم بتضايقي حالك وتضايقيني يا نبيلة؟ عم بقول لك كان ظروف ضغط علي تجبرني على السفر فهمتي؟ كنت حابب غير العتبة جرب حظي. يا نبيلة المحل ما كان عم يشتغل وهلا الحمد لله صار يشتغل. يلا حبيبتي يلا قوم نسهر سوا. يلا تحركي ما بدك تطلع معي؟ طيب انا راح اطلع اسهر لحالي. أمي نامي بغرفتك. يلا قديش الساعة؟ أكثر من 12. أوف لحد هلا عم تشتغلي؟ وليش السؤال هذا؟ أمي بدي أتعلم الخياطة. بعد بكير عليك ماما. أنا حابة إني أتعلم. هلا لشو هالأسئلة هي؟ أمي أنتي ليش عم تشتغلي؟ وليش الحديث هاي؟ أنتي ما عم تشتغلي مشان تساعدي البيت؟ ايه انا شلوني بالمدرسة؟ ايه لا عن جد عم بحكي انا شلون؟ منيحة. منيحة؟ لا انا مو بس منيحة انا بطلع الاولى بمدرستي وما بدرس باليوم اكثر من ساعتين. ايه يعني بدي اتعلم مشان مستقبلي. هلا روحي من خلقتي وعلى غرفتك لانه دشت منك هاي يلا بسرعة او عم طولي بعدين جربي شهر واحد بس ماشي بعدين بتروحي تسألي بالمدرسة اذا استمر.
تتغير بنوقف وبضل بس بالدراسه. شو قلتي؟ تسلمي لي يا ماما، تسلمي لي. تصبحي على خير. وانت بخير. يلا يا شباب نطفو كل الحجارة. ها يلا شو يا عاصم؟ احلى ابو حميد، احلى جنينة باحلى حارة. هم يا شباب، يلا يا شباب يلا كل الحجار. ها نطفو كل الحجار. ها يا ستار السلام عليكم. اهلين 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 وسهلين اهلين وسهلين اهلا وسهلا بأبو زاهر. اهلين بكم سيدي. اهلين وسهلين. كيفك يا معلمنا؟ علي أبو زاهر. اهلين وسهلين. ايه سيدي، امتى حتخلصوا من هون؟ بكره. في عندكم خشب غير هون؟ في خشب والحمد لله. عال عال عال، اذا بعد بكره عنا سيدي. على راسي. قديش مسافرين على المتر يا ابو نعيم؟ الله يرحم ابوك 250 ليرة يا ابو زاهر. نعم اخي. اذا بتحب نشتغل لك مثل ما لنا متفقين نحن جاهزين، واذا بتحب نشتغل لك بطريقة اقتصادية وجديدة واجمل بكتير كمان نحن جاهزين. شلون اخي؟ اذا بتحب بعمل لك بيت انا بصممه وانا بنفذه، وبعمل لك فيه توفير 15% بس على شرط بتصير اجرتنا على المتر 300 ليرة. ايه وليش بقى؟ لانه مدة شغلنا رح تطول وجهدنا رح يتضاعف. ما فهمت. اذا بتحب انا بفهمك. شوف ابو زاهر. نعم نعم. اذا انت مهتم بالموضوع تعال عندي بعد بكره. ايوه. انا بجيب لك التصميم عن البيت وبحسب لك الكلفه كلياتها وبنتفق عليها. ماشي الحال؟ مثل ما بتمر استاذ، انا بانتظاركم. ماشي. يلا السلام عليكم. مع السلامه يا ابو زاهر. شو رايك؟ الله يقدم اللي فيه الخير. عيني يا سلوى. ماما شو بدك؟ ماما ردي يا سلوى، خلصتي روحي رح تطلع. من ايش يا ماما؟ شو بدي؟ كنت ماشي على درج جسر انت وقعت وانت وقعت رجلي. حاسه روحي رح تطلع. لك يا ماما كنت امشي على مهلك. والله يا بنتي كنت ماشي على مهلي، بس الناس مثل يوم الحشر ما بعرف ليش عم يركضوا ورا بعضهم. قاموا دفشوني وقعت والتوت رجلي. شو يا ماما تاخرتي اليوم؟ من اليوم ورايح لازم انت تروح تجيب اغراض البيت. ليه شو في؟ شوف امك كانت رح تروح رجلها اليوم. خير يا ماما؟ ارجين لشوف. ما في شيء ابني، عرق التوى بعد شوي بيطيب. بسيطه يا ماما الحمد لله على السلامه. بس ما بقى في داعي تطلعي، سمير عم يدرس حقوق مو مطلوب منه دوام. شو عم تحكي انت؟ شو النظره هي للحقوق وشو مو عندي دوام؟ يعني مو مطلوب منك دوام، بمعنى اخر ما عندك زغر دراسه الحقوق، بس في عندك وقت تجيب اغراض للبيت بدل امك. ايه انا ما بعرف اشتريهم، ما بحب اشتريهم. سمير بدك تعرف الشغلة مو كيمياء، كلهم شوية خضرة وخبز أي حدا بيعرف يشتريهم. إيه أنا ما بعرف اشتريهم بعدي هيك، ويا ماما ما بحب اشتريهم. سلوى ليش عم تخلقي مشكلة؟ تركي هالموضوع وتركينا من هالقصة بقى. ماما مو قصة، بس إذا هو ما بده ينزل يجيبهم أنا رح أنزل جيبهم. إيه شو يعني؟ نزلي رح ينزل جاي القاسيون. سمير أرجوك لا تسخر، لو احمد الحكيت معه هيك ما كان جاوبني. سلوى ارجوكي لا تأزميني. ازمك؟ شو يعني ازمك؟ سمير بكفي تحكي عن نفسك بطريقة غير معقولة، بكفي. حضرتك صرت ترفض توصلنا بطريقك على الجامعة وما حكينا شيء، بس رجل امك كانت رح تروح اليوم وهي عم تجيب اغراض للبيت، غير انك بتشتغل بالبيت وبتمزح وبتجلي وبتشطف وقاعدة طول الليل ورا ماكينة الخياطة. كثير اذا جبت شوية اغراض لهالبيت، كثير اذا ساهمت بشيء لهالبيت، ولا بدك تروحها هي الثانية؟ هي الثانية؟ يعني في واحد أولاني أنا مروحه؟ سامعة يا ماما؟ سامعة شو عم تقول سلوى؟
انا روحت بابا عاجل 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 خير يا ماما عاجل اوعى تتعرضوا للموضوع مره ثانيه وتحكوا مثل الاولاد الصغار اللي ما بيعرفوا يحكوا روحوا من وشي روحوا من وشي واتركوني بحالي يكفي انكسر ضهري وتنكسر رجلي بس ما تنكشوا اللي بصدري وتكسروا بخاطري في البحر في الجو الاثنين الخامسة والنصف مساء على ذكريات مرحبا بكم إلى المعلومات مرحبا بكم إلى الثقافة لعب الأطفال لعب الأطفال وحيوا الفريق الحقيقة في منافسة طيبة بين الفريقين معركة حطين لا طريقة برايل طريقة برايل تحية للفريق مسابقات الأحد الخامس والنصف مساء على ذكريات مع السلامة أهلا أهلا عمي أهلا كيفك شرف شوي على المكتب مالش عمي مشغول خير في شي تفضل على المكتب أخي تفضل يا أستاذ أحمد شرف شكرا مالش مشغول شوي شبك شو قصتك أنت يا أحمد يا أستاذ أحمد نحن أولاد حارة واحدة عم تحكي مزبوط رابح بيك واللي سمعته خلاني حس إنه ما عاد في بالدنيا خير الله أكبر الأستاذ أحمد الرائد مهندس الحارة وأفهم شاب فيها يترك الجامعة ويشتغل باطنجي الله أكبر معقول في حدا بيقبل هيك وضع أكيد لا واللي بيقبل ما بيكون في براسه لا شهامة ولا نخوة ولا رجولة يا أستاذ أحمد أنت تركت جامعتك مشان المصاري لأنك صرت مسؤول عن عائلتك عائلتك هي اللي مثل عائلتنا وأكتر يا سلام يا سلام على الأخلاق مشان هيك بقلك يا أستاذ أحمد قدام عمك وقدام كل أهل الحارة والحاضر يعلم الغايب إنه عائلة المرحوم أبو أحمد الرائد رح أصرف عليها من الصغيرة للكبيرة الله يديمك رابح بيك الله يديمك ومستعد يا أستاذ أحمد اتحمل مصاريف جامعتك لحتى تتخرج وافتح لك مكتب هندسي كمان سامي يا أحمد سامي هذا الإنسان شو بيتقدم له غير العرفان والطيب وانت كمان اثبت له انه اصلنا كمان طيب مثل اصله يلا اعطيه الوصل وتركك بالنشافة الراس ورفقة العواطلية هلا كل هاللفة والدورة من شان الارض يا رابح الحصين حط بذهنك راسك لو وصل للغيوم الارض ما رح تصير الا جنينة قل اعوذ بربي الفلق من شر ما خلق شو انت يا فهمان يا متعلم عمي ارجوك ما تتدخل بهالقصة بدك ياني ما اتدخل وانت عم تسود وشي اتركه يا عبد الرزاق افندي اتركه يرد على الطيب مثل ما علمته المدارس اسمع يا احمد الرائد اسمعني وافتح عدنيك مظبوط انت من ظهرك وانت عم تتنطوط وبعمرك ما عرفت قيمة الناس ولا قيمة الدنيا ولا عرفان الدنيا شلون عم تتحرك عشان هيك
رح تضل باطنجي كل حياتك، لا بتنباع ولا بتنشرى. الباطنجي أشرف منك يا رابح الحصين. أحمد، أحمد الرائد، الأرض إذا انزرعت غصب عني ما رح تنزرع بس شجر، عم تفهم؟ جرب يا رابح الحصين، جرب. أنا جرب؟ لك أنا إذا بدي ما بخليك تطلع من هون إلا على نقالة. قلت لك جرب يا رابح الحصين. سليم اعملي هات رجال الحقل يلا يا رابح بيت، لا تكبر الله يرضى عليك، اترك لي احمد علي بجيب لك من الوصل. ما راح اقدر اتراجع هلا يا ابو نبيله، اذا بتقدر تمون على ابن اخوك اخنعه يوقف عند حده. طيب خدي معك. طا عصب عصب ما كل شباب الحرب صار، كل الناس اللي على 5 سنين انا راح اشوفها بسمير. بطل علي، كل اعوذ بربي الفلق من شر ما خلق. شو هاد؟ شو اللي عم بيصير؟ مو معقول. لك قرب دعسن. عجبك؟ هاي الجرافة راحت. طول بالك ربح بيك، خليني اشوفه احكي معه. دقيقة وحدة. تفضل شوفه بس بسرعه يا ابو نبيلة قبل ما اطق. احمد امشي معه ولا تتدخل بالقصة. يا عمي انت لا تتدخل، ارجوك روح على البيت وارتاح. شو بدك تعمل خميسة بالحارة؟ يا عمي ما بدي اعمل شيء، بس ما بدي حدا ياكل حقوق العالم. شو ذنبك على جنبك؟ احمد طول بالك يا ابني. انت بدك توقف بوش رابح لحصين يا قزم؟ لا يغرك كثير هالاسم، رابح لحصين مجرد كذبة حقيرة طالعها هذا الزمن. خلاص يا قليل الادب. سليم نعم هات السيارة يلا حاضر. طيب ومين اللي اتصرف بهذا الشكل؟ شو نايف ضحنا؟ ماد أنا مو قادر سد عيوني أبدا. الأستاذ أحمد الشاب المثقف واللي بيعتقد انه ما في افضل منه بالمنطقه، والاستاذ رابح الرجل الناجح اللي مو بحاجه شيء ابدا. اثنين بيساووا عصابتين بيتعاركوا بنص الشارع، هذا شيء مو معقول ابدا. احنا مو عصابه يا سياده الرائد، احنا اهل الحاره، واهل الحاره اشتروا هاي الارض وقرروا يعملوها حديقه عامه. كذب كذب يا سياده الرائد، انا الصادق. هذا هو الكلام التهويشي، انا اللي اشتريت الارض بالاول ودفعت حقها كاملا، وبعدين السيد احمد الرائد راح وهوش الناس مشان يعطل مصالح اللي يشتروا الجنينه. صدقني يا سياده الرائد. شو بتقول يا استاذ احمد؟ سياده الرائد هذا العقد متزور،
أهل الحارة أكيد مكذابين. أكثر من 50 عائلة هن اللي اشتروا الأرض، وأكثر من 200 عائلة هن اللي ساهموا بحقها. شو رأيك يا سيد عبد الرزاق؟ الحقيقة أنا يعني شو يا عبد الرزاق أفندي؟ شو؟ ما تحكي، ما تقول له لسيادة الرائد ابن أخوك أحمد الرائد هو اللي خلق كل هالقصة هاي مشان يعطل مصالحي ولا لا؟ أحمد الرائد هو اللي خلق كل هالمشكلة هاي ولا لا يا عبد الرزاق أفندي؟ أنا مالي عارفان شو بدي يعني. شو بدك يا عبد الرزاق أفندي؟ لا تضغط علي يا سيد رابع. أنا ما عم بضغط علي يا سيادة الرائد، أنا عامل له يحكي الحقيقة وبس. يا عبد الرزاق أفندي، يا أبو نبيلة، عليك أنت وبس وقف كل القصة هلا. يعني ما كان لازم كل القصة، أنا رأيي إنه كل شيء بالتفاهم بيصير. هيك يا عبد الرزاق أفندي؟ وينه هلا صاحب الأرض اللي باعه؟ اختفي يا سيادة الرائد، خفوه أبصر وين؟ كيف خفوه؟ ما بعرف يا سيادة الرائد، أكيد عملوا للرجل شيء ولازم تدوروا عليه. بس ما في حدا بلغ عني، وأنا مضطر بهالحالة هي حيل قضيتكم للمحكمة وهي اللي بتفصل بيناتكم. بس هيك يا سيادة الرائد بنخرب بيتي، إذا بدي أعمل راحت القصة سنين بنخرب بيتي. أنا مضطر يا سيد رابع، في عندي طرفين شارين أرض واحدة والطرفين ما وصلوا لحل، وفي عندي إنه البائع مختفي، إذن لابد من إحالة القضية للمحكمة. والأرض يا سيادة الرائد مين اللي بده يستلمها؟ ما حدا، بتضل على وضع الراهن لحين صدور أمر من المحكمة. بدك تروح سيرة أخذت المفاجأة ما أعرف شو هيك يا عبد الرزاق؟ تعرف المشروع اللي روحه أحمد الرائد ابن أخوك قديش؟ ملايين الليرات راحوا علي يا عبد الرزاق. طول بالك رابع بيك، أنا راح أجيب لك كل شيء. أنت بدك تجيب لي كل شيء؟ والأهم من كل هذا ضربني يا عبد الرزاق، ابن أخوك ضربني قدام كل الناس، قدامك وقدام رجالي. تعرف اطلع على الأرض الواحد. نبيلة يا نبيلة. أحلين بابا. خير بابا خير. شو بابا؟ تعبان الله يعطيك العافية. حميلك الحمام؟ لا لا ما بدي شيء. مو معقول هذا يكون إنسان أبدا. مين هذا بابا؟ حضرت ابن عمك الباطنجي العظيم قليل الحياة قليل التربية ما ببين معه طيب. يا بابا أرجوك شو هالكلام؟ إذا واحد عارض عليك مساعدة شو بتقليله؟ ما تردي. إذا واحد عارض عليك مساعدة شو بتقليله؟ بقله شكرا. ها ها، وهالمساعدة هاي بتأمن لك مستقبلك ومستقبل عيلتك وبرجعك على الجامعة بدل ما تصيري باتونجي. بتقومي بتحرضي الناس عليك وبتخربي له مشاريعه. بتعملي هيك يا نبيلة؟ طبعا طبعا. لا وبتدخل انا وبترجى لابن عمك الباطنجي العظيم انه يقبل المساعدة من الانسان الكريم الطيب، بيقوم بيرفضها بكل غطرسة وقلة حياة وبيحرض الناس عليه. وبترجى انا المجنون اكتر منه يبعد عن طريقه. لا وبيقوم بشيل ايده بيضرب الرجال هيك. يا سواد وشي. بابا احمد عمل هيك؟ لا والاكثر من هيك، اسألني رئيس المخفر عن الحقيقة. ما رضيت اشهد ضد ابن عمك الباطنجي العظيم. ليش؟ لاني عمه، ولانه عمه سود وشي قدام كل الناس وخلاني صغير هيك قد النملة. يا بابا أرجوك فهمني شو القصة. راح فهمك. دعسي برجلك مني. ماما خايفة تقطع الخيطان. إذا تضلي هيك رح تنزع القماشة. يلا أنا فايتنا. تصبحوا على خير يا بنات. أنت من أهلهم. مرحبا. علينا أبو حميد، كيفك؟ تعبان. سلامتك اخي. وداد سوي لنا فنجان قهوه. ايه تمام.
أحمد، ما حكيت لي كيف صرت بالشغل؟ الحمد لله ماشي الحال. المهم بالنسبة لي إنكم تكونوا أنتم مرتاحين ومبسوطين، هذا هو همي الوحيد. بوجودك أخي، وإن شاء الله ما بنكون إلا عند حسن ظنك. كأخوات وأصدقاء؟ أكيد، وأنا بوعدك إني كون الأخت والصديقة اللي ما بتخبي عنك أي شيء. شو رأيك أشرب معك قهوة؟ طبعاً. القهوة وداد. المهم أحمد معه وصل من صاحب الأرض اللي أرغم ويكتب له إياه مع شوية زران، وهذا الوصل بيعطي الرابعة مباشرة البناء سنتين من غير حق، وهذا الوصل بدي إياه. وبدي إياكي أنت تقنعيه يرجع الوصل لصاحبه. كيفك سلوى؟ أهلا نبيلة، كيفك؟ ماشي الحال. أحمد عندك؟ أحمد؟ دقيقة. أحمد! أحمد! أيوة؟ تليفون. أيوة؟ أهلا نبيلة. شوفي؟ ما في شيء، بدي شوفك وضروري هلا؟ لا لا، بكرة الصبح. مع السلامة. ونالك من هيك عبد الرزاق الرائد ما بيرضى يشهد على أحمد الرائد ابن أخوه قدام الضابط المخفر. مزبوط. مالوحة؟ مالوحة؟ ولو كرامح لحسين بياخد حقه لو بعد 200 سنة. نحن بأمرك. نحن بأمرك عليه. بتحب ندبرهم عليه؟ لا يا سليم، مش وقته. سيد رابع. تحياتي. مساء الخير. يا الأستاذ، تفضل يا سليم. لا معلش، كلمتين بس لوصل. على راسي. سيد رابع، أنت بتعرف طبعاً ثقتنا كبيرة فيك، لأنك إنسان مجتهد ومجد. الله يخليك، بيعجبكم أستاذ. مشان هيك وحرصاً عليك، الشيء اللي صار اليوم، الشغلات الصغيرة اللي سمعت فيها الشرطة، أرجو إنها ما تتكرر أبداً. عفواً أستاذ، أحمد الرائد أنت ما بتعرفه ولا بتعرف نشافة مخه. لو سمحت، عندي كلمتين بدي أقولهم وأمشي وبس، وأرجو إنك تسمعني بشكل منيح. الإنسان اللي بده يصير ويعلى ويكبر ما لازم يوقف قدام هاي الشغلات الصغيرة التافهة، لأنها بتأثر على مستقبله، ما هيك؟ نعم أستاذ. مشان هيك أرجو الشغلات اللي صارت اليوم ما تتكرر أبداً، طبعاً حفاظاً على مصلحتك يعني مثل ما بتعرف. يعطيك العافية. Thank you.